ايدرسون مرايش لحارس المرمى رقم 2 يمين الدفاع دانيلو على اليسار 16 رينان لودي يسار 16 رينان لودي محور الدفاع 3 تياغو سيلفا ماركينيوس كرة لريتشارليسون والتسويب التسويب من نيمار سيمان كامبياسو ريدوندو ودييغو سيميوني دي ماريا جول جول دي ماريا جول أرجنتينا جول الأرجنتين يا السادة متعة العين الليلة دي ماريا والكتيبة الأرجنتينية نجوم تتلألف في سماء البرازيل بالذات هذا الأرجنتين المتحدي في قلب ماراكانا بنجومه الكبيرة ليو ميسي دي ماريا والبقية يأخذ الأسبقية بأفوة قاتلة من رينان لودي لا يرفضها دي ماريا يعلق الحارس ديزار مرايش ويأتي أجمل أسبقية هو القدم اليسرى الذهبية أنخال دي ماريا نصف العالم الذي يريد تتويج الأرجنتين أكيد الآن في فرحة سرية في نهائي الحقيقة دي ماريا يأتي بالأسبقية نار 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 في كل الأرجنتين والصمت رهيب مخيف في سماء البرازيل هذه الفرحة الهستيرية يعدي دي ماريا يتناهى بتياغو سيلفا الخطير دي ماريا الرهيب أنخيل يراوغ يعدي ليو ميسي الأرجنتين من أجل الضربة القاضية أكونيا قبل دي ماريا مليمترية دي ماريا يعد تعود البرازيل هذه الكرة فريد ما يعديش حضور كالعادة للأرجنتين دي بول يتقدم ليو ميسي أمام كرة الدفاع البرازيلي ليو يعدي ميسي يسدد بجانب إيدرسون مرايش ماركينيوس والروح الرياضية مع ليو ميسي الأرجنتين بهذا السيناريو اللي حكيت لكم عليه الهجمة المرتدة السريعة والقوية والإنذار لباريديس والتي من شأنها أن تفك رموز دفاع المنتخب الأرجنتيني كرة طويلة لريتشارليسون يدخل جول برازيل جول لكن لا هدف أبيض يرفض الحكم المساعد الأول كارلوس باريرو فرحة برازيلية ما تمتش لريتشارليسون هذا هو الحكم المساعد الأول كارلوس باريرو نعم قرار سليم هنالك تسلل على ريتشارليسون مهاجم إيفرتون الإنجليزي تبقى النتيجة بأسبقية أرجنتينية بهدف صفر هدف أنخيل دي ماريا المنتخب البرازيلي هذه كرة جول وإيميليانو مارتينيز يا سلام يا سلام حارس أستون فيلا حارس كبير وكبير جدا استفاقة رهيبة لريتشارليسون في هذا الشوط الثاني شوف الكرة مرت لريتشارليسون والحارس إيميليانو مارتينيز يبقي الأرجنتين بالأسبقية أداء منتخب البرازيل أفضل بكثير مع بداية هذا الشوط الثاني في 7 دقائق لعب دائما مانسيال تاوت لجونيور فينيسيوس نجم الريال يعطي كورة والتسويب من كابريال باربوزا مهاجم فلامينغو كان قريب جدا من تعديل النتيجة للمنتخب البرازيلي نيمار عارجة نيمار يوزع وكورة اي 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 إيميليانو مارتينيز حارس الامتياز هذه هي الكرة شوف كل الخطورة يسارية قوية ونارية من كابيغول تاوت كاسيميرو يوزا كيتو رودريغيز في التصدي والهجوم المعاكس للأرجنتين ليو
ميسي أمامه مساحة كبيرة، ميسي في انتظار المساندة، ميسي غير بالقائم الثاني، رودريغو دي بول، رودريغو كور جول، كور جول يا ليو، أي 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 أي، كاسيميرو على قرار إيسيمان أوستوفيتش، النسخة رقم 47 من كوبا أمريكا بألوانها الأرجنتينية، قريب جدا في الدقيقة الأخيرة، منتخب الأرجنتين من التتويج في قلب البرازيل بالذات. نيران الأرجنتين، وفي هذه اللحظات يبكي ليو ميسي، يبكي ليو، تبو الأرجنتيني، ليو في التاريخ، ليو يكتب تاريخه، يعيش زمانه ويفرض سلطانه في ماراكانا بالذات أمام منتخب البرازيل. شيء كبير للأرجنتين، الأرجنتين مشاهدينا الكرام متعة العين، يسجل تاريخه كأكبر منتخب في تاريخ كوبا أمريكا إلى جانب منتخب الأوروغواي. هذه هي الفرحة الإصرية للنجوم الأرجنتينية. نقول مليون مبروك لكل من يعشق الأرجنتين، ونقول حظ أوفر لكل من يعشق المنتخب البرازيلي. أكيد سأترككم مبدئيا وقتيا مع هذه الصور الجميلة لفرحة الأرجنتين بكوبا أمريكا بدموعها الغالية، بدموع ميسي والبقية، وحظ أوفر لنيمار والنجوم البرازيلية. أعود إلى الزميل الأخضر بريش في انتظار العودة لمراسم التتويج. شكرا رؤوف. إذا أخيرا فاز ميسي، أخيرا فاز الأرجنتين، وأخيرا أيضا خسر البرازيل على أرض ملعبه، وهو الذي احتضن كوبا أمريكا 5 مرات وفاز في 5. فاز عام 1919 و22 و49 وعام 89، وآخر فوز كان 2019. وقلنا منذ البداية بأن واحد بالرقم 10 سيبكي. هذا اليوم إذن الحظ لم يكن مع طبعا نيمار الذي خسر هذا النهائي، وهو الذي فاز في النهائي الماضي لكن لم يكن مشاركا. إذن هي ليلة ليونيل ميسي. هوجا نوتشي دو ليو ميسي. نعم.